دراسة جديدة قامت بها المديرية العامة للخزينة الفرنسية تؤشر للفرق بين رأس المال البشري واحتياجات سوق العمل في الجزائر، كشفت خلالها أن نسبة بطالة الشباب من ذوي شهادات التعليم العالي بلغت خلال سنة 2016 16.7%، في حين قدرت ارتفاع نسبتها خلال 2017 من 11.7% إلى 13.2% سنة 2018. طلب يعني الشغل في الجزائر تقريبا 300,000 سنويا، هذه طبعا المعدل البطالة يطلع. هذا يعني ما جي ما نسوش من الجزائر مستقلة اليوم، هذا 97% 98% العملة الصعبة ما جي من المحروقات، وكي يهبط يعني الدخول تاع السوناطراك عنده تعطير على يعني الاستثمار، يكون عام ولا خاص استثمار يعني ماجي من السوناطراك. وحذر خبراء من تداعيات تنامي معدلة البطالة بسبب انخفاض أسعار المحروقات والانتقال من اقتصاد الريع إلى اقتصاد متنوع. خطير جدا على المستقبل تاع الاقتصاد الجزائري، لابد نشوفوا يعني كيفاش نفوتوا من اقتصاد مبني على الريع إلى اقتصاد خارج المحروقات. إذا درنا إصلاحات في البداية 2018 ربما القطاع اللي يجر الاقتصاد الوطني خارج المحروقات يشوف الضوء في 2020-2025. التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لا تبشر بالخير ما دامت الحكومة لا تزال تعتمد على عائدات النفط، مما أثر على معدلات النمو في وقت يدعو فيه خبراء إلى تنويع المداخيل.